قرية تونس كما في تركيا زادة فما قرية أخرى تونس لا هذيك أكيد راه زادة تعرفها لا هذه ما نعرفهاش هذه وقت اللي السلطنة العثمانية دخلت في حرب القرم وطلبوا بطبيعة الحال أنها الإيالات كلها تبعث معناها جنود بعثت تونس ثم اللي يقول بعث 13,000 ثم اللي يقول بعث 25,000 بعد ما وفيت الحرب فما كتيبة تونسية ضاعت فضاعت في جبال وغابات تركيا الممتدة فك الوقت ذاك معناها وشاسعة جدا السلطة معناها الدولة العثمانية استقروا في قرية صغيرة وولاتك القرية ذيك بشوية بشوية عرسوا من نسان تاعها جابوا الصغيرات والتوى القرية موجودة يظهر لي 200 كيلومتر على اسطنبول اسمها تونس لير ويعيشوا فيها ويحطوا عليها درابو نتاع تركيا والدرابو نتاع تونس وعندهم حنين كبير لتونس ويظهر لي طيبوا الكسكسي لأنه جدودهم أمس في الأيام وبياتهم وجدادهم توانسة مرة حكينا على نوفيل كاليدوني كانت تفكر وقلنا فما توانسة هزوا معاهم النوام تاع التمر لأنه وقت تم ترحيلهم فك البطوات في الحار رمضان هزوا معاهم شوية تمر فك النوات هذيك زرعوها في نوفيل كاليدوني والله كان نلقاو فما دي فيديو على تونس فوالا تشوف علم تركيا كيكه من الهرش علم تركيا مع علم تونس هذه هي تونس لير سي رجاء اللي تعدى قدام تونس بلاصه كالعام مع نص الليله الناس راقده ويسمع في زوج رسامين توانسه كبار في الثمانين زبير تركي وعلي بن سالم اش يغنيو عسكر الطب جيهية سيوفهم رحية عبد الحميد تهية للحرب والميدان أمان أمان هذه الغنية متاع عسكر تسيقها بربي على سيرة جي طبجية هي ومعسكر المدفعية من توبي من المدفع عسكر الطبجية سيوفهم رحية عبد الحميد تهية للحرب والميدان والبقية ما نحكيوهاش على خاطر قبيحة ياسر أما يغنيوها جماعة هذوما الشياب هذوما يغنيوها مع نص الليل في شارع شارع كارتاج قدام تونيجا بالاس والناس كل حفظتها منهم أنا تعرفك يا أحمد دبي بعث الكتيبة هذه اللي فيها 15,000 السلطان العثماني قال له تصرف عليهم أنت احنا توا في مجهود حربي وما عندناش بزايد فلوس فتبعثهم وانت اللي تصرف عليهم اشكون يتقبى بهم؟ تجار جرابه يعيشوا في اسطنبول تجار كبار في الزيت وفي غير الزيت مالكين في اسطنبول هما اللي تكفلوا بالفاتوره نتاع الجيش التونسي اللي مشى في نجده الجيش العثماني وخرجت منه الكتيبه هذيا واسست لنا قريه صغيره اسمها تونس لا حقا الجمعه الاخرى ذولي عملنا غلطه مطبعيه حكينا على جيدو موباسون بوغ واحنا نحبوا الكسندر فقت بها وانت تتفرج شو كان شعورك صف شعورك والله في العمل كنت هذوما في الفيسبوك باش ياكلوا لنا وجوه لا 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 فيسبوك مجاوب الكسندر ديما وجيدو موباسون عندك شي نجله عندك شي شويه زازه فماشي نرمي الصفار عديت لاباس وتعرف ديما تلقى حاجات على الترتش لسان دونك ألكسندر ديوما وقت اللي بنى داره في فرنسا هز معاه زوز نقاشة توانسة عاد على باب الصالة نقشوا له إذا سكت من إذا الكلام من فضة سكت من ذهب وإحنا الجمعة اللي فاتت حكينا على الذهب سي رجي تعرف اللي ضيوفنا الأربعة أساتذة إيه وي محليكم والله تحية لأساتذتنا اليوم الباك حقا اليوم بين باك اليوم خاطر احنا نصور ثلاثه دونك ميركودي ميرسي هنا دونك ذكريات الباك ويسي لوتشي تحب تقول حاجه ما نجموش نحكوا على الصمت وما نذكروش الفريد ديفينيك يقول سور لو سيلونس اي غران تو لو ريست اي فيبلس فك القصيدة نتاع لولو ساعات يفو غومبلاسي الكلام بحاجات اخرين مع دي زارتيست جوستومون انا واحده من الناس جو تروف كو لارتيست Il s'exprime à travers chat, il y a un fil, 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 il y a un fil
خاصه معناها حتى صفيت حتى ان تابلو دو بانتور ولا حاجه سكولتور وانت ادرى في الموسيقى. انا جو بريفير مو تير ان توكا باي جو بريفير مو تير سور لي ريزو سوسيو بار اكزومبل اسمع سيلانس ريزو سوسيو مي كي عندي باش نقول حاجه نقولها دون مانيير ديكلاري في بيس دو تياتر في حاجه في تكست حتى اترافير عرفتش انا حاجه اترافير التلفزه تو بو فير باسي دي شوز في المسلسل في اي حاجه انت تشيخ في المسرح هي تشيخ المسرح بيان سور ما حتى حتى ممثل مسرحي ما يقول لك عكسها فما تنهيده فرح قال لك كان جا ربي يعرف الكلام يكفي راه ما عطانيش التنهيده وبك تكمل بها اللي نجم تقول برشا حاجات تقول برشا حاجات قلت زاد المسرح اللي يخليك الحلم ما توفاش وي بيان سور كونتينيو بيان سور خاطر منحكي على روحي انا هي حلمه دوبي لانفونس جيماجين كيما برشا عباد وشديت فيها صحيح معناها كان اليوم انا فرحانه بحاجه هي اللي انا نعيش في حلمتي اكثر منه شنو ما الحاجات اللي عملتها معناها واو اي دوكو نقول انا كل شيء الاخر كله في دين عباد في دين برودكسيون في دين فلوس وموضوع كبير وشائك وكل اما المسرح اللي سخا توجور لا خاطر المسرح ما عمره ما يسكر عليه الباب معناها سي بيان فوالا زياد انت والوالد حلمتوا برشا وبرمجتوا الاحلام فما اللي تعملوه وتموا وفما اللي ما كملوش قاعد تكمل في الأحلام هذه نكمل بالطبيعة في الأحلام نخدم نوثق بقدر على قدر الاستطاعة معناها بمجهودي الخاص معناها اسمع بالحق 80% من المالوف التونسي منوتة ما ماهوش موثق وفي الخزاين مازال اي تسمع رجاي تسمع انت الخدمه اللي عملتوها في المكتبه الوطنيه فما عشرات المخطوطات سفين الملوف غير محققه يالتي غير معروف موجوده هي موجوده في ولكن تنتظر في الباحثين الشبان باش يشتغلوا عليه بالنسبه للملوف المشكله انه فما ما يعبر عنه بالعواطش حاجه عاطشه نادره معناتها اي هذوما هما اللي ماهوش موجودين والحفاظه بمشاو نتاعهم شفت شفت يعني والكم نتاع التواشح والاسجال والفندوات اللي موجودين معناها اللي ماهمش معروفين واللي يلزمهم يتسجلوا ويلزمهم يتوثقوا كما صار في الجزائر كما صار في الوثق كل شيء فهمتني هذايا باش يقعدوا للاجيال القادمه احنا باش احنا تشوف احنا اليوم نحكيو على عشرينيه الطاير الغرس بعد 20 سنه كان من الاجدر ومن الاولى انه في عوض تم اقصاؤه لفتره معينه راهو خذاو من عندك الارث هذاك وراهو توا محفوظ وماناش نحكيو فيه الموضوع هذايا تماما راهي وزاره الثقافه خرجت راهو موضوع تطواء معناها ما قلت لنا شكون راهم سايو حاسبونا ما انت ما تحبش تقول قداش عندنا استقلال يعني بلاد مستقله واذا كان الموروث نتاعنا مثلا الفني كما هذايا ما وصلناش ما قدرناش الى النهار هذايا انا باش نحفظوه وانا باش نمروها ويمشيوا الناس ما احنا ماشيين بطبيعتنا اي ما شنو الفايده بعد يقولوا يا ليت يا ليت اللي مشى ما 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 ما, ما يرجعش راه اما زياد فرق بين انت تقولنا في هذا لينا الكل وبين انت شنو تحس خاطر مسؤوليتك كبيره بعد عمر طويل ربي يطول في انفاسك اسكو كيما خميس ترنان كان مرافقه طاهر غرسه كان مرافقه زياد غرسه زياد شكون مرافقك اليوم شكون باش يحمل عليك المشعل شكون باش ياخذ الارث امانه هي تستأمنوا على هالتراث كله والله تو بالنسبه لحكايه المرافقه المرافقه عندي معناها كلام ذا عن بعد كما يقولوا كلام ذا اللي تغربوا باللون بالاخص وقت اللي خرجت انا معناها العموم يعني تغرموا بالطريقه هذيك ومن من خلالي انا رجعوا للاصل يعني اللي فركسوا هذاك علاش عملت بيت المالوف وعملت
تتبعث يعني مؤسسة كاملة معناها تعنى بالتراث هذايا، على خاطر هذايا هو التراث تاعنا، معناها نوعية من التراث هما اللي باش نعديو في نعديو فيه الباساسيون معناها للاجيال القادمة. العود العربي هذايا ما فما كان في 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 تونس وفي في شرق الجزائر، فهمتي؟ أربعة أوتار توا فما عود توا الحمد لله عندنا وليدات معناها ولاو مقلومين ويبعثوا لي على في الفيسبوك ونشوف وكذا، لكن هذا كله ما يكفيش. اي ما الزمان هذا ما عادش نتاع واحد مرافق ديما كيما لي ديسيبل لي فيلوزوف الكبار، تلقاه هو وتلميذه افلاطون سقراط متبعين بعضهم، لازم يتعلم منه مريدين باهي حلوه. اي انت زياد ما تنجمش هذه توا. المشكله فيش توا العقليه نتاع اللي شفتها انا معناها اللي كي كنت في الرشيدية مثلا كانوا فما شيء يبشر بالخير. ما عنديش جمعية معناها ولا حاجة اللي باش نجم وإمكانيات اللي باش يجيوني فيها ناس بانتظام، ورغم اللي عندي نادي تاع نادي سميته بيت المالوف طاهر وزياد غرسة، لكن ماناش عاملين معناها مش تكوين يعني اكاديمي معناها صحيح، مش ما نكذبش فهمتي، يعني ناس مغرومه وكاهو فما بحر كامل فهمتني. شنو سمعنا من البحر هذا زياد؟ والله اللي تحبوا انت على انا قلت نعملوا حاجه لسيدي طاهر خير طبعا. اي بالطبيعه. اما شنو تختار؟ الورد. الورد دي سي عبد الكريم بن صالح، شكرا على الجهود الممتازه. ميرسي. الورد قداش مزيان مزيان، الورد قداش مزيان نشوى من عين من عين ظبيك حيلك حيلة مشموم الفيل بالله يا مشموم الفيل
من البرماق لي طل علينا ليلك حنينا من البرماق لي طل علينا خزر تهزينا ترشق دغري في جواجينا خزري تقوية سحرية تحرك نارية وشوية يا نار علي قلبي من خزري تشعل بالله يا مشموم الفل بالله يا مشموم الفل بالله يا مشموم الفل كلمني لك الطول بالله يا الكون إلى جمالكم مشتاق مشتاق والعالم كله لكم عشاق عشاق يا ملك موجتي ترافق بالله ارفق بالله لابد لكل عاشق من زله الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله يعطيك صحة يعطيك صحة جيد تاهر غرسة أول أغنية هذه نعم الأول أغنية هذه تاهر غرسة هذه هي الأغنية اللي تشهر بها الأولانية مسجلة عام 58 واو قديش عمرها سي راجع عملية حسابية سريعة خنشوف ترى 58 اي بابا شنو 65 سنة أما ديما فما عرفتك اللي كيف تشوف حاجة تذكرك سيستماتيكمون في حاجة أخرى زياد كي نشوفوه نتذكروا الأفراح نتذكروا كل لما الباهي نتذكروا الميمة والميمة نتذكروا كل الأيامات هذوكم الكل لأنه استاذ هذيك علاش يشتغلوا في الفرصة باش الألحان هذيك تقعد تشد أكثر خل نقعدوا مع العروسات أما العرس هذايا مش في بلادنا العرس هذا في المملكة الأردنية الهاشمية سي سيغ سي رجاء تبعت أنت العرس هذايا عرس الأمير العروس الملكية الأيامات تحبهم رجعوك لديانا وتشارلز ولا حاجة أخرى؟ لا حاجة أخرى. حاجة أخرى المملكة الأردنية تتميز على غيرها من الممالك عندها شرعية تاريخية أولا هاشمية نعم راهو في العربية السعودية مثلا وقت يدخل واحد من العائلة الهاشمية يقفوله بالتبجيل لأنه الهاشم من عائلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم معناها مثلا مش فيها كلام وكان أمير مكة من الهاشميين وهذاك علاش بعد الحرب العالمية الأولى كونوا وقتها الإنجليز كونوا المملكة الأردنية وبدأت يعني تقاليد جديدة وجاء الزواج هذايا الزواج الأسطوري الخرافي بتاع ولي العهد الأردني والأميرة السعودية والشيخة السعودية الجميلة رجوة السيف رجوة السيف هك تعرف اسمها أي ميلة أي تعرف اسمها وأناقة وهيلمان كبير كانت هذه هبش نشوفه هبش نشوفه سي رجاء تراها وانت تعلقنا على هالتصاور تراها نشوفه كما حاجة يتفرج فيها بنادم قلبه يتشرح ما نعرفش علاش على خاطر ربما لأن تقاليدنا احنا تقاليدنا ولات بالية خاطر ولات عروساتنا في البلدية
باربع كراسي هكا وزوج بكويت نوار، ببساطه شعبيه معناها متواضعه جدا. نستاهلوا خير، نستاهلوا خير. عروساتنا متاع بكري خير ازين يعني، حتى اللي في كانوا في قاعه الفتح كانوا ازين، معناها ازين من توا بلا بلا روح. الدنيا صعب السيراجي وكل شيء غلي، بربي تيجي يزيد من فما منهم مازالوا يعرسوا بالطاقه بالبزازه وفي في الاوتيلات الفخمه. انا خايفه لا يستلموا تقاليد اخرى ويزيدوا يعقدوا افرح في تونس ناخذوا فكره على السامبليسيتي دو الاميره هذه. انت كنت تحب تكون اميره في مسرحيه، كنت سلطانه ومتقلقه اللي ماكش اميره. اي وانت صغيره احكي لي، احكي لي. اول مره طلعت شخصين انا ربي يزيد لا حسد اكزاكتومون. زهير انت زاد تبعت عجبك؟ تبعت، هي الاجواء راقيه برشا، وكان والاحتفال ما بدا كانش وقت اللي وصلوا القصر الحسينيه، ومن الاول يعني في القصر الاولاني اللي كتبوا فيه الزداق يعني كانوا ناس قاعدين رايضين. اللي جلب انتباهي برشا ما فما حتى ربع ريانه، قد ما جاوا امريكيات انجليزيات من الدنمارك من منين تحب انت من العالم جاوا، مارينا حتى ربع عريانة. هذه حاجة قلقتك انت؟ لا ما قلقتنيش، ما جلبت انتباهي. جلبت انتباهي. حتى زاد اللي ما فما حتى امرأة متحجبة، رغم أننا نحكوا على المملكة الهاشمية حفيدات الرسول. مستورين وشعر، ما شفناش حتى امرأة متحجبة مستورة وشعر ظاهر وكل، ما فماش قلق. لفت نحكيو اليوم على العرس ذولي، مش فقط باش نحكيو على روبة اليساب سي لوتشي، سي سيغ عجبتك الروبة لا سامبليسيتي دو سيت روب، روبة ثانية زادة بإمضاء اليساب. ما نعرفش كان العرس هذايا كيما نشوفوا هكا حكاية حب جميلة بين أمير وحسناء سعودية قراوا مع بعضهم في أمريكا في أهم الجامعات الأمريكية، حبوا بعضهم. كيفاش حبوا بعضهم؟ لا 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 تزوجوا. اسكو هذا كهو في الظاهر هذا هو، ولا في الباطن فما حكايه اخرى بوتيتر؟ الفتاه اللي هي من السعوديه كانه زواج تو هما متهنين وانت جاي تنغص عليهم. والله لا نحكي برا هنا بعض تركوا بعض اذا نحبوا نزيد نقصوا نقولوا قداش تكلف العرس. انت يوم العروس كليت بقلاوه ولا لا؟ قديش صارت من عركه في العرس؟ شوف هو بطبيعه الحال هذا مش زواج نتاع فقط امير حب بنيه وخذاها وكمية من عائله فقيره جمله. لا هي سي لا في دان جراند ارشيتيك سعوديان، عائله ثريه جدا. وي بل نمشي معك اكثر، ان هي عندها قرابه بملك السعودية من سلمان، من سلمان ملك بيدو. داكور ملك سلمان، وكما قلت انت عارفوا بعضهم في دراسه في امريكا، ومن بعد افترقوا ومن بعد عاودوا تلموا بقدره القادر. هنا زاد ما نجموش ما نقراوش القراءه ما بعد المظاهر اللي قاعدين نشوفوا فيها. هنا عندنا زواج اخر زاد، تقارب كبير بين المملكه العربيه السعوديه والمملكة الهاشمية. المملكة الهاشمية عندها وصاية على القدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة واللي خذتها بقرار أممي بعد 67، وبالتالي هنا في العرس هذا عن الأماكن المقدسة الحرمين الشريفين وعن الأماكن المقدسة في القدس. المسألة الثانية أنه يجي في ظرف إقليمي يظهر فيه النجم بارز هو الأمير ام بي اس محمد بن سلمان، اللي اليوم أصبح تقريبا لاعب سياسي كبير جدا في منطقة الخليج. وبعد ما وفات الانتخابات التركية وخرج أردوغان مرة أخرى، سنعيش هذا الصراع بين قطبي من يتزعم العالم الإسلامي السني. هل ستكون تركيا العثمانية بأردوغان السلطان
القادم عبر صناديق الانتخاب بحلم عثماني يحب يستعيده، أم بأمير سعودي طموحاته لا تنتهي؟ وشفناه في القمة الأخيرة كيفاش جمع بين زيلينسكي الرئيس الأوكراني وبين الرئيس بشار الأسد. المملكة الهاشمية الأردنية لعبت دور كبير في تقريب بين السعودية وسوريا من جديد. يقول القائل شنو هو العلاقة دون توسا؟ تقارب هذا مهم جدا فنظرا في التوتر اللي موجود بين دول الخليج فيما بعضهم، السعودية والإمارات من شيرة وقطر وتركيا من شيرة أخرى، وبالتالي الوحدة هذه الجديدة بين المملكة الهاشمية والعربية السعودية هامة وهامة جدا. ناهيك أنه الأمير هذا ما كانش هو المؤهل باش يكون ولي العهد، لأنه اللي كان باش يكون ولي العهد هو الشقيق نصف دومي فرير نتاع الملك اللي هو الأمير حمزة ولد الملكة نور. وين هدايا نور اللي ما حضرتش هي؟ لأنه ولدها محطوط في الإقامة الجبرية بعد ما تم حرمانه من ولاية العهد، وهذه حاجات شفناها حتى في تاريخ تونس وهزت إلى حرب أهلية كانت تفكروا البشية اليوسفية، ثم إلى ظهور أكبر شخصية دموية في تاريخ تونس مراد الثالث. نرجع ونشوفوا اللي العرس هذا يظهر في ظهره عاطفي، قصة جميلة لكن لا يخلو من خلفية سياسية، وقت اللي نعرفوا أنه الأميرة هذه هي غدوة باش تكون الملكة نتاع الأردن، وبالتالي الأردن ملكة سعودية والمملكة العربية السعودية الفيزيون باش تكون تقريبا لعقود. والأردن راهو لاعب هام في المنطقة تاريخيا، على أساس زادة كما قلنا هما الشرفة نتاع المنطقة ذاك، لأنهم هما اللي قادمين سليلي البيت، وبالتالي عندها ثقل علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف أنت في العرس هذا حاط كي عروبة أنا كينا إسمع كيف تتبع إيفينمون كما هذا تمشي فكرك لها تحب نقول لك الحقيقة؟ ماذا بيا؟ أنا ما تبعتوش خاطر خيالي وجديني جمهوري. دونك أنا نرى أنه الملوكيات حاجة تنتمي للماضي، مش معناها نزيدوا نقصوا عليكم. أنا واحدة من الناس نفس الشيء، معناها ما تفرجتش خاطر نخير نعيش في بلاد اللي الناس فيها سواسية، واللي عرس ولد الجمهوري ولد رئيس الجمهورية ولا بنته ما نشوفوش هكايا وما يبداش بالفخامة هي. باش تفسر أنه الفخامة هذه والعادات الملكية نشوفوها في أقوى دولة ديمقراطية اللي هي بريطانيا. بريطانيا اللي تخلقت فيها الديمقراطية، اللي تخلق فيها أول دستور الماغنا كارتا، لكن كي نشوفوا عبادة تقريبا الملكة، شفنا اش صار في تنصيب الملك، شفنا زاد اش صار حتى في مختلف حفلات الزفاف. براي المفكر الرجل الملكة ما تحكمش في بريطانيا، معروف يعني، وبريطانيا يعني من الديمقراطيات، ولكن انا نحكي على الخيال السياسي وعلى ال متراسكيات الشيء اللي تحكي فيه انت شيء حلنا الدنيا وما عادش عنا باش نحلوا. لكن انت حكيت على الخلفيه السياسيه. والقصص الجميله هذه نتاع اللي قريناها في صغرتنا نتاع هاري بوتر ونتاع ما خبيك صلاح عند غيري تو هي اللي كانت معانا في الحلم سي لطفي. لا هي قالت لك هي معانا الناس تبعت شويه عارس في البلديه. احنا كنا في عرس زياد تعرف فرحنا لازم حويجه بنينه هكا نحليو بها، سورتو كسمعنا مشموم الفل شخنا معاك نرجعوا لاجواءنا في تونس. احنا كيما نعملوش مثلا كعيكه ورقه ما نسميوش على عملنا عرس يا ذولي. كان بتفضل بحذينا الفه بن دعاس من زغوين جبت لنا كعك الورقه مشكوره ميرسي بوكو. مرحبا تفضل. يا
ابنك عايشه يعطيك صحه. اسمع والله عندي جمعه كل ما تسمع عندي جمعه كل ما ندخل لدارنا نسال ماما سؤال مثلا ما عندنا كعك ورقه من زغوين تقول لي جيبوا لك كل جمعه كل جمعه هذه نتوهم على كعك الورقه دونك ميرسي بوكو. صح احكي لي هذايا زغويني بور بالنسري اي انا اسمي ألفا بن دعاس اصيل مدينة زغوان مرحبا اخصائيه في كعك الورقه وتقطير النسري أي. فهمتني كعك الورقه اللي كان مشهور معناتها في زغوان مشهوره بالكعك الورقه وبالنسري من نجمو نعملو كعك الورقه كان بالنسري والنسري وقتاش الموسم نتاعو هو الموسم نتاعو في ماي داكور يبدا من اول ماي حتى الاخر ماي فهمتني اخر ماي يوفى صاي معناتها يعقب احنا نقولوا ما عادش نجمو نقطروه فهمتني لذا معناتها الشهر هذاك الكل احنا عنا عرس نتاع النسري فهمتني عرس النسري وماك تعرفوا النسري فيه برشا معناتها برشا استعمالات معناتها منها ليكوسميتيك للشرايين معناتها للبشره لكل شيء معناتها. عندي سؤال علاش النسري قاعد تحكر على زغوان؟ الوغ كو الناس الكل يحلوا كعك الورقه ما يجيش بنين كيما زغوان ما يحطوش النسري علاش؟ لا غالب ما عندهمش النسري كيما في زغوان هو زغوان لندوسكي دخلت النسري دخلته لزغوان فهمتني على خاطر المناخ في زغوان والتربه والماء عاشت زهره النسري في زغوان فهمتني وتقطرت في زغوان ما حبوا يعملوها في تونس وحبوا يعملوها في صفاقس وحبوا يزرعوها في بلايص اخرين ما نبتتش فهمت قعدت هذيك السر نتاع ورده النسري اللي قعدت معناتها في زغوان هي اسمها الحقيقي لاغوزا كانينا فهمتني هي زهرة العاشق والعشاق يا سلام اسمها اسمها فني أكانينا وعاشق وعشاق أي أي أي, 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 أي العشق والكتابة احنا شعر نقولوه في زغوان وقولوا هو ومناظر في زغوان وسواني ومية تجري مشهورة بين البلدان كعك الورقة والنسري جبلها ينبع منه عيون كل فضة خارجة للمية أم الحسن تزلح بفنون يا محلى فيها العشوية يا التعريف بتراثنا الغذائي احنا اليوم ضيفنا الفنان زياد غرس واحيا لذكرى رحيل الفنان الكبير طاهر غرس والاسمان ذو مقترن بالملوف هذه الموسيقى الجميلة القادمة الينا من الاندلس لكن الاندلسيين كي جاوا لتونس ما جابوش كان الملوف جابوا معاه كعك الورق باش نذوقوا به الملوف وبالتالي العلاقة بين كعك الورقة والملوف علاقة كبيرة ياسر يعني جاو يد في اليد بل أنه يقول وما نعرفش أنت أثبتت نجم تأكد لي وقت اللي تم طرد العرب من الأندلس وتم تجريدهم من كل ما يملكوا اضطرت النساء أنه يخبيوا الفرد نتاعهم في كعك الورقة باش كيدخلوهم ما ينجموش يتعرضوا له وبالتالي كعك الورقه العب دور بطولي في الحفاظ على الشناشن والفرد نتاع النساء هذاك علاش كان في شكل دوره فنشكر الزغوانيه نشكر صديقنا نشكر صديقنا الفنان ولد العزوزيه الشهير اللي هو معناها كان واسطة في أن اليوم نستضيفه زغوان وخاصة كعك ورقة نتاع زغوان شكرا شكرا ألفا مدعس الله يخليكم عايشك شكرا كنت تحب الجمهور زيدا هكا تفرح بيهم احنا ويسي رجال اليوم في الأندلس اللي يمشي يزور الأندلس يزور القرطبة وغرناطة وشبيليا ينجم يذوق كعك الورق موجود لا ما كان حكاه لي صديق لأن شبيليا ذي كانت بلاد الزهو والترب اللي حب يسهر ويشيخ ولا يشري آلة موسيقية ولا يبيع آلة موسيقية يمشي لشبيليا اللي حب على الكتاب يمشي الغرنط وهذاك علاش حتى كي غناو غناو على شبيليا ما غناو محلى ليلي شبيليا الاغاني الحلوه اللي واحده من اللي قلت لك عليهم قبيله محلى ليلي شبيليا حافظها شوي ترى ترى
بعد ابني. شميسيلش شميسيلش ما احلى ليالي شبيليا وصوت الجيتارة والوتر ترارا لا لا ما احلى ليالي شبيليا وصوت الجيتارة والوتر فرارا بابا انا حبيبتي الجميلة نشكي لرارارارارارا بهواها للقمر.